اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن ياسر داوود المدير الفني ورئيس الجهاز لالعاب القوه بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن ياسر، منورنا، ويمكن ده لقائنا الاول بعد ما طلعنا برنامج الافطار. دي حقيقه، دي حقيقه، منورنا ومشرفنا يا كابتن. شرف ليا، شرف ليا يا كابتن. معانا طبعا لاعب ما شاء الله طالع بسرعه الصاروخ، يعني ربنا يحميه، اللاعب الاول في العالم في سباق قبل كورونا، طبعا قبل احداث كورونا، لان بعد كورونا كل التصنيفات العالميه وقفت عشان ما فيش اشتراكات. المصنف رقم واحد في العالم في سباق 110 متر حواجز، معانا اللاعب لاعب النادي الاهلي عمر خالد. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك ومنورنا، بطل يعني كما يجب، انت بطل وفي برنامج الابطال. تسلم، انا سعيد اني موجود مع حضرتك. لا انت منورنا ومشرفنا، اتمنى لك كل التوفيق طبعا. تسلم كابتن. اجي لحضرتك، يمكن قبل ما اروح لعمر، انت عندك فروع كتير جدا في العاب القوه، وعندك الدنيا ما شاء الله، يعني انت يعني زي ما بيقولوا الراس المدبر لالعاب القوى في مصر كلها، لان طبعا كل اللعيبه المهمين عندك ما شاء الله ونادي الاهلي بيرعاهم. كلمني يا كابتن عن موقفنا دلوقتي في العاب القوى باوفر فيوز عام للعبه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا هو الارث بتاع العاب القوى الحمد لله حاليا انا بمثله، وده يعني من نقول من السبعينيات الحمد لله، وما قبل كده الستينيات، بس مش عايز اخش في الفتره دي يعني. والعاب القوه في النادي الاهلي هي العاب القوه في مصر، ودايما بقول كده في كل المناسبات. وده راجع لان العاب القوه في النادي الاهلي يعني متاصله وليها جذور ومشاركات في جميع المسابقات، سواء كان بنين او بنات، وجميع المراحل السنيه وجميع المسابقات. وزي ما انت قلت ان مسابقات العاب القوه بتصنف من 22 ل 23 احيانا، يعني لو قلنا مينيمم 20 ايفنت بتلعب، احنا بنشارك في جميع الايفنتات، ما فيش ايفنت ما بنشاركش فيه. صحيح. ده راجع للحب والاخلاص في العمل، وان احنا عايزين نحافظ على رايه التتابع اللي بنسلمها لبعض. صحيح. ان دايما تفضل في المركز الاول، واحنا الحمد لله على مستوى ال 20 ل 22 لعبه بنشارك وبنمثل النادي الاهلي وبنكسبهم وبنمثل منتخب مصر في هذه المسابقات الحمد لله لعيبه النادي الاهلي. صحيح يا كابتن. كمان يعني الخبر اللي احنا كنا قلناه من فتره قريبه، والتجديد للرباعي، الرباعي الاولمبي، بقى نقول الرباعي الاولمبي طبعا، اولاد النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي بيقوم بدور كبير، وحضرتك في رعايتهم وتجهيزهم للمنتخبات والمشاركات الاولمبيه. الرباعي طبعا مصطفى الجمل وهاب عبد الرحمن وحسن عبد الجواد ومحمود، يعني يمكن يعني ده كان خبر مهم، وكان من ضمن الاسباب المهمه ان اللعيبه تستعد نفسيا للاولمبيات اللي جايه. دي حقيقه طبعا. هو الحمد لله هو الرباعي انضم لهم الاخير محمد مجدي حمزه. محمد مجدي لاعب النادي الاهلي منتخب مصر الجله، هو لاعب مميز من تحت 18 سنه، هو بطل افريقي ومصنف، وهنا يعني عايز اديله حقه ان هو محمد واخد دوره لعبه افريقيه اللي فاتت واللي قبلها اللي في المغرب وفي الكونغو، تاني افريقيا، ومنافسة قويه جدا مع لاعبي كينيا ونيجيريا وبعض الدول اللي دول لاعبيها بيتمرنوا في دول اوروبيه. ما شاء الله ماشي معاهم كتف كتف. ماشي معاهم، هو تفوق عليهم يعني. طبعا لما تحضر الماتش والمنافسات والبطوله تشوف ان هو ما شاء الله قد ايه كويس. ان شاء الله يجيبوا لنا ميداليات باذن الله ان شاء الله في الاولمبياد. هو الامل في الرباعي ان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله، يعني طبعا بعد التعاقد معاهم اللي هو دفعه قويه ليهم ولكل لاعبي العاب القوى اللي عايزين يبقوا زيهم. وبندعو الله سبحانه وتعالى وبنجتهد ان هم ان شاء الله يتم تاهيلهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الاولمبيات، ويحصلوا على ميداليات، وده اكبر شرف لاي لاعب يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان الميداليه الاولمبيه ده شرف كبير جدا لاي لاعب، مش كاس العالم، مش البطولات العالميه، الاولمبيات هي اكبر يعني شرف للاعب ان يحصل على ميداليه فيها. يمكن اجي لك يا عمر، انت ما شاء الله يعني رقم واحد في العالم في سباقات ال 110 متر حواجز. السباقات دي احنا سنين طويله ما لناش حد فيها، يعني قول لي الموضوع ابتدى ازاي؟ حبيت اللعبه دي ازاي؟ والله انا بدات من حوالي ابتديت اخش اللعبه في 2014، كان عندي 12 سنه. مين اللي دخلك؟ كنت انا طول عمري من زمان يعني ما بعملش حاجه غير ان انا بجري. فبس فالكابتن بتاع المدرسه اللي موجود يعني شافني، وكان صديق الكابتن بتاع العاب القوه. بس مدرس رياضه وكده. ما شاء الله. فبس رشحني لكابتني اللي هو كابتن تامر رفاعي دلوقتي. بس ودخلت اختبارات والحمد لله يعني كسبت في الاختبار. انت عندك 12 سنه يعني كمان، مش انت ما كنتش صغير قوي، ده 12 سنه يعني سن يعتبر في الرياضه برضو مش صغير يعني. انا بدات متاخر شويه بس الحمد لله يعني. حبيت السباق ده؟ يعني من اول لما اول يوم دخلت في اللعبه وانا اتشدت اللعبه جامد طبعا.
بس خلي بالك برضو مش التمرين يعني اللي يوصل لرقم واحد في العالم، اكيد في جزء موهبه، اكيد في جزء حب للعبه دي. يعني انت عشان تظبط التكنيك بتاعك، كنا بنتكلم في الفاصل قبل ما نطلع على الهوا ان اللعبه دي صعبه في التكنيك، النطه والجري، فالموضوع صعب، اكيد لازم في موهبه، جزء موهبه طبعا. طبعا هو كابتن تامر اول لما شافني اختار لي ال110 حواجز ديت، هو اول لما شافني اول لما جريته كده اهوت في التست بس، ورشحني للعبة دي وابتديت فيها أول بطولة وتاني بطولة، وبس بان بقى التحسن بعد كل بطولة. طب قول لي الاشتراكات الدولية أخبارها إيه؟ عامل إيه في الاشتراكات الدولية؟ عندنا الحمد لله تأهلت بطولة العالم، في كانت المفروض تلعب السنة دي بس عشان الكورونا تأجلت لواحد وعشرين بس، واحنا حاليا بنجهز لها بقى وبنجهز بطولة افريقيا والعرب برضو كانت المفروض تلعب السنة دي بس اتأجلت السنة اللي جاية. كورونا لخبطت الدنيا كلها. فبس الحمد لله الرقم اللي انا عملته اهلني لبطولة العالم وبطولة افريقيا والعرب بس، فاحنا حاليا بنجهز لهم ان شاء الله من السنة دي ان شاء الله للسنة اللي جاية. عمر احنا بنعرفك بالناس من دلوقتي ان شاء الله، واحنا دايما جنب الابطال والبروميسنج واللعيبة اللي بتبقى عايزة تعمل حاجة ان شاء الله. كابتن احنا مجهزين تقرير مع طبعا فريق الاعداد وعاملين حاجة عن انجازات العاب الكوره للشباب، نشوفها مع بعض ونرجع يعني نشوفها مع بعض. اعزائي المشاهدين عملنا تقرير عن طبعا انجازات فريق الشباب لالعاب الكوره، نشوفه مع بعض ونرجع لحضراتكم تاني. نجح فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي في فرض هيمنته على نتائج بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 سنة، والتي أقيمت خلال الفترة من 14 وحتى 16 من أكتوبر الماضي على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي. وحلق النسر الأهلاوي على قمة الترتيب العام للمسابقة بعدما حصد الفريق 44 ميدالية بواقع 20 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و11 ميدالية برونزية، وحصد شباب القلعة الحمراء منها 25 ميدالية بواقع 12 ذهبية و6 فضيات و7 برونزيات، فيما حقق فريق الآنسات 19 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و7 فضيات و4 برونزيات. وتألق من لاعبي المارد الأحمر نجم الحواجز 110 متر والصاعد بسرعة الصاروخ عمر خالد، والذي حقق الميدالية الذهبية بعدما سجل رقما قدره 13 ثانية و85 جزءا من الثانية، وهو رقم قياسي مصري جديد في هذه المرحلة العمرية، كما أنه فاز بأريحية كبيرة على أقرب ملاحقيه يوسف بديوي لاعب نادي 6 أكتوبر، والذي حل ثانيا بزمن قدره 14 ثانية و9 أجزاء من الثانية، فيما جاء لاعب الزمالك في المركز الثالث. ويعلق مسؤولو ألعاب القوى بالنادي الأهلي بقيادة ياسر داوود رئيس الجهاز آمالا عريضة على تطور مستوى اللاعب وحصوله على ميدالية في إحدى البطولات العالمية المقبلة. أنا عايز أقول لحضراتكم إنه حجم الجهد المبذول في ألعاب القوة والله لا يقل أبداً عن اللي بيبذل في كرة القدم، وزي ما قلت لحضراتكم يعني أم الألعاب دي حقيقة، وهتلاقوها حتى في الأولمبياد كل العالم بيتابعها. كابتن ياسر، يمكن مجهود كبير بيبذل وعندك الكبار طبعاً بتجهزهم والشباب أيضاً، وأكيد عامل يعني ربط ما بين الجيلين، بتمشي الدنيا دي إزاي؟ هو طبعا اكيد الكبار بيستعدوا دلوقتي لبطوله كاس مصر الجايه، خاصه ان هي بطوله مؤهله للاولمبياد. لا خلينا كابتن عشان نوضح للساده المشاهدين عشان الناس هتستغرب شويه، بطوله محليه انا عارف الاجابه بس حضرتك توضحها، بطوله محليه ازاي ومؤهله للاولمبياد ازاي؟ هي بطوله كاس مصر، ويعتبر الاتحاد الدولي يعتبر البطولات الجمهوريه اللي بتقام في داخل الدوله، جميع الدول في التصنيف الجديد للتأهيل بنظام بوينتس، فأدى لبطولات الجمهورية عدد كبير من النقاط يليها اللقاءات الدولية وبطولات المنتخبات. يعني النقط دي محسوبة في تأهل الأولمبياد، محسوبة أول السطر نقطة بس. دي تعتبر أول حصالة بيحط فيها اللاعب الدرجات اللي هيؤهل
بناء بعد بنشوف الحصيله بتاعتها ايه. طب خلينا كم مع حضرتك الكلام لان طبعا انا عايز يعني اخده باستفاضه بس لازم نطلع لفاصل. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل من حوارنا مع كابتن ياسر داوود وعمر خالد والعاب الكوره. اهلا بحضراتكم من جديد. وفي خبر عاجل رسميا النادي الاهلي يعلن التعاقد مع المغربي بدر بنون لمده 4 سنوات. اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن التعاقد مع المغربي بدر بنون مدافع رجاء لمده 4 سنوات قادمه. وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بانهاء كافه الاجراءات الاداريه، واستلم النادي الاهلي بطاقه اللاعب الدوليه، وجاء ذلك في اطار التعاون والعلاقات الوديه الطيبه التي تربط الاهلي وشقيقه الرجاء. حقيقه صفقه مهمه جدا. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. اللي عايز اقوله حاجه ان النادي الاهلي الصفقه دي بتيجي في اطار تدعيمه للفريق الاول، بالرغم ان احنا وصلنا لنهائي افريقيا والفرقه الحمد لله بشكل كبير واقف على رجليها، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما بيدور على الافضل للفريق. بدر بنون صفقه مهمه جدا. النادي الاهلي اشتغل عليها من فتره. انضمامه للنادي الاهلي مكسب كبير. الحقيقه كلنا فرحانين بهذه الصفقه. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مليون مبروك طبعا لمجلس ادارته واللاعبين. ونتمنى ان شاء الله ان لاعب يكون اضافه قويه للفريق ان شاء الله، ويكون تدعيم ان شاء الله قوي للفتره القادمه. نرجع لضيوفي طبعا كابتن ياسر داوود والكابتن عمر خالد العاب القوى. كابتن، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بطوله الجمهوريه القادمه وكاس مصر القادم، وازاي البطولات دي هتاهلنا للاولمبياد. تمام تمام. احنا قلنا عشان نوضح اكتر ان الاتحاد الدولي حط قواعد تنظيميه جديده للتاهل للبطولات الاولمبيه والعالميه، تبدا ببطولات الجمهوريه ومديها نسبه فوتس كبيره مقارنه بنسبه 100%، يعني مديها نسبه لا باس بها جيده. ان بطوله الجمهوريه دلوقتي بتمثل ممكن تكون الدرجات بتاعتها اكتر من البطولات الدوليه فعلا. طبعا عشان كورونا بتهيألي ولا عشان ولا حاجه اكسبشن ولا في العادي كده؟ لا في العادي من قبل كورونا. لان نظام التاهيل ده ان اللاعب بيمر بخمس ما لا يقل عن 5 لقاءات اللي بيهم في الاخر بيشوف عدد الدرجات اللي حصلها كام، ومقارنه بالازمنه طبعا والمسافات طبعًا بتاعته طبعًا طبعًا. وبناء عليه بيتم تصنيف اللاعبين بتحط النتائج دي على موقع الاتحاد بالظبط، وخلاص بيتم الاعلان عليها وتبقى دي درجات ليك بالظبط كخطوه اولى للتاهل بالظبط. صحيح بالظبط. وبعد كده بيبتدي بقى يخش على المرحله الثانيه اللي هي البطولات الدوليه اللي بيخش فيها في كومبيتيشن مع اللعيبه بقى القاره بالزبط. او اللعيبه القاريه كلها بالظبط. واللقاءات الدوليه اللي هي برده مدرجه في خطه الاتحاد الدولي، يعني اللعيبه بعد ما يعملوا الدرجه الاولى في لقاء ثاني هي في مصر وثالث، بعد كده ممكن يطلعوا يسافروا بره في معسكرات بعد المعسكر بيلعب بطوله او اثنين قبل الاولمبياد ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق، وباذن الله تكون انت ليك دور كبير ان شاء الله واللعيبه في ميداليات اولمبيه ان شاء الله القادمه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. عمر، اجي لك. يمكن بطل يعني او يعني رقم واحد في العالم، ده يعني حاجه جميله جدا. اكيد انت ليك تخطيط لمستقبلك، مخطط ازاي لمستقبلك في الرياضه؟ يعني هي طبعا دلوقتي احنا حاليا طبعا بخطط لبطوله العالم اللي احنا اتاهلنا لها، ان انا ان شاء الله اجيب ميداليه طبعا لمصر طبعا لمنتخب مصر في البطوله اللي جايه. بس هو الهدف الاساسي طبعا والحلم الكبير طبعا لكل لعيب في جميع الالعاب ميداليه اولمبيه ان شاء الله طبعا. فبس يعني هو الواحد بيسعى دايما انه يطور من نفسه عشان يوصل للاولمبياد ويشرف منتخب مصر، ودي حاجه كبيره طبعا. طب قول لي يا عمر، انت لما بدات تاخد ارقامك تتحقق بشكل كبير، هل جالك فرصه مثلا ان انت يعني ده سبق من السباقات بتاعتك يا عمر مش كده؟ يعني انت اللي في المركز الاول ما شاء الله. صحيح يعني حاجه يعني سبق من السباقات الصعبه جدا، يعني 100 متر 110 متر يبقى من السباقات اللي فيها تكنيك عالي جدا. طب قول لي يا عمر، يعني انت اكيد بعد ما حققت الارقام دي جالك فرصه مثلا منحه، جالك حاجه، ولا ده ما حصلش معاك؟ لا، هو لحد دلوقتي ما حصلش اي منحه خالص. هيحصل هيحصل في بطولات العالم وكده بيبقى هيحصل يا باشا، وما تقلقش هيجي لك منحه واثنين. بس انت خليك على ايه؟ على مبدأك ان انت ان شاء الله يعني حلمك. طيب مين مسك الاعلى في اللعبه دي؟ طبعا كابتني اللي انا بتدرب طبعا معاه، يعني كابتن رامي بطل الحواجز، ويعني على مدار كذا سنه هو الاول طبعا. بس ودي حاجه كويسه ان انا بتمرن مع كابتن زي كابتن رامي، بيرفع دايما معنوياتي والفريق بتاعي كله دايما. والله يعني الفريق كله بيرفع معنوياتي وكلنا جنب بعض. انتوا كام واحد بتمرنوا مع بعض في الجيل ده او في السن ده عمر؟ انا معايا حاليا لعيب او لاعبين من سني انا، بس احنا بنتمرن في مراحل عمريه كتيره معايا في الفريق بس، ودايما كلنا بنحاول نشجع بعض، دايما الكبير بيدي للصغير.
بس وكلنا ماشيين كده يعني. فدي حاجه كويسه جدا. طب عمر احنا دائما ابدا انا ببقى حريص ان انا اقدم قدوه للشباب وقدوه لكل حتى المدارس الرياضه. انت اكيد طالب في ثانويه عامه انا عارف. قول للناس انت بتقضي يومك ازاي عشان الناس متخيله ان الرياضه بتعطل عن المذاكره وبتعطل. لا انا عايز تقول يومك بيتم ازاي، بيحصل في ايه؟ لا والله ابدا، هي مستحيل تكون الرياضه بتعطل. بالعكس انا اليوم اللي ما اتمرنش فيه ممكن ما اكونش بعرف اذاكر فيه. يعني انا بقى يومي اليوم اللي ما اتمرنش فيه ممكن تركيزي في المذاكره ما بيكونش زي كده. بس هي محاولة التنظيم يعني، بنظم ما بين وقت دروسي ووقت راحتي ووقت تمريني بس. فهي بس المساله كلها محتاجه شويه تنظيم وقت بس. انا عارف انا بقول الكلام ده ليه، لانه الناس يعني يعني او الشباب اللي بيشوفنا ممارسه الرياضه عمرها ما بتعطله، ده مستوى البطوله ما بالك لو مارسها يعني كممارسه عاديه. فالحقيقه انت قدوه ويعني وحاجه يعني تدعو للفخر والله عمر، وان شاء الله ربنا هيكرمك ونفضل وراك لما تبقى ان شاء الله معاك ميداليه اولمبيه. بس ما تبقاش ايه، ما تبقاش يعني في يوم من الايام تنسى الناس اللي كان ليها فضل عليك كتير والناس اللي بيحبوك، لان احنا شفنا امثله للاسف كتير ولكن شفنا امثله كمان كويس. كابتن اكيد عندك في الالعاب الثانيه او السباقات الثانيه او الايفنتات الثانيه ناس كتير زي عمر والابطال كتير زي عمر. الحمد لله. قول لنا عليهم برضو كابتن عشان نديهم حقهم. هو انا عايز استكمالا بس الحته دي، لان يعني احنا مش عايز نغفل حد حقه. فعلا عمر معاه مجموعه ابتداء من الكابتن تامر رفاعي واللاعب الكابتن الفريق رامي سعيد. رامي سعيد بطل مصر والنادي الاهلي في الحواجز لست سبع سنوات رجوعا. هم ما شاء الله عليهم. زي ما عمر بدا بيقول ان هم يعني في تواصل بين المراحل السنيه، مش عايز اقول الاجيال يعني، المراحل السنيه. واعتبرها من رامي، انا رامي شخصيه يعني ممتازه وبطل يعني. يعني هو يعني حقه يعني بسيط شويه ان مش واخد حقه يعني، لان لعبه الحواجز 110 حاجز في مصر يعني اتاخر شويه. قلت لحضرتك بس هو لعب دوره الالعاب الافريقيه اللي فاتت دي ووصل الدور قبل النهائي ما شاء الله. وطبعا للاسف ما حدش عمل سبوت على هذا الموضوع، لان الدور قبل النهائي بالنسبه لنا يعني ده مش مهم. لا هو مهم، لان انت لسه بتقول 110 حاجز بقى لنا كتير صعبة. وتتطلب مهارات عديده، خاصه بقى مع تقدم العمر. سواء ثانويه عامه، رامي متزوج وبيعمل وعنده اولاد، فحاجه جميله. وهم بيشربوا ده منه طبعا، وهم مجموعه طيبه جدا جدا جدا. حضرتك بتشكر فيهم حتى في الفصل. دي حقيقه، دي حقيقه. نرجع بقى لباقي الناس في النادي. طب خلينا هنرجع بقى ونفرد طبعا مع المجموعه ونشوف وندي لكل واحد حقه. ودي حقيقه مش هتبقى اخر حلقه العاب القوى، بالعكس دي هتبقى البدايه ان شاء الله. وخلينا نطلع الفاصل ونرجع تاني نستكمل اعزائي المشاهدين. نطلع لفاصل ونرجع نستكمل طبعا يومنا اللي بنقضيه مع العاب القوى، الحقيقه ام الالعاب، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونفكركم بالخبر العاجل. رسميا النادي الاهلي يعلن التعاقد مع المغربي بدر بنون لمده 4 سنوات. اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن التعاقد مع المغربي بدر بنون مدافع الرجاء لمده 4 سنوات قادمه. وقام توفيق بعد التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بانهاء كافه الاجراءات الاداريه، واستلم الاهلي البطاقه الدوليه للاعب. وجاء ذلك في اطار التعاون والعلاقات الوديه الطيبه التي تربط الاهلي وشقيقه الرجاء. الف مليون مبروك، الحقيقه صفقه مهمه جدا. وزي ما قلنا ان هذه الصفقه تاتي في اطار تدعيم فريق الكره بكل الامكانيات المتاحه. وزي ما النادي الاهلي وصل لفاينل افريقيا، والحقيقه منظر الفرقه زي ما احنا شايفين حاجه يعني تدعو للفخر، ولكن النادي الاهلي لا يتوقف عند ذلك. النادي الاهلي مستمر في دعم الفريق بكل الصفقات اللي يحتاجها الفريق. بدر بنون اضافه قويه جدا، الف مليون مبروك انضمامه. نتمنى ان شاء الله انه يقدم على الفريق بالشكل الكبير، وطبعا واكيد ده خبر يسعد جماهير النادي الاهلي كلها. طبعا ارجع لضيفي الكابتن ياسر داوود. الحقيقه كنا بنتكلم يا كابتن قبل الفاصل عن اللاعبين وكوكبه اللاعبين اللي موجوده في الفريق او في الفرق عندك، وازاي حضرتك ليك يعني نظره مستقبليه معاهم. اتفضل يا كابتن. الحمد لله احنا شغالين على ده بقالنا كتير. انا رجوعا 4 سنوات مضت يعني، والسنتين وثلاثه وكل سنه بالذات تركيزنا فيها ان مش موضوع البطل بس اللي احنا بندور عليه. احنا بندور على عنصر متكامل الى حد ما، بنحاول نوصل لهذا يعني، ان الراجل ده يكون اولا تالنت وقدوه وعلى قدر من العلم والاخلاق. والحمد لله يعني، الحمد لله احنا ناجحين في ده بنسبه ما شاء الله يعني لا تقل عن 70-80%. يعني هو عشان ما نغفلش حد، هو الكبير دايما عندنا الدرجه الاولى في عناصر مميزه في كل مسابقه، على سبيل المثال زي الحواجز او في الرمي بشتى انواعه، في الوثب،
في السبرنت في مسابقه 45 لاعب تقريبا يا كابتن عند حضرتك في الفريق الاول بالزبط. في كل الايفنتات في الحقيقه وكل الرياضات او الالعاب رقم كبير ورعايته بتبقى موضوع صعب اكيد طبعا اكيد اكيد واحنا بنحاول على قد ما نقدر برضو باتصال طبعا وتوجيهات النشاط الرياضي ان احنا نحاول نحسن هذه الاوضاع وبرضو نتعاون مع اعضاء مجلس الاداره ان احنا نحسن اوضاع ال 45 لاعب والدرجه الاولى دول ولاعيبه ان احنا باستمرار يعني في جهد بيتم وفي احصائيات بتشغلين عليها بحيث ان شاء الله نوفر لهم اللي ما حدش يقدر يوفره في مصر يعني صحيح. واحنا باذن الله يعني متعشمين ومتفائلين بالله خير ان ده هيحصل وبنطمنهم لان فعلا النادي الاهلي هو رائع على القوه في مصر دي حقيقه بقى على مر السنوات يعني يشاء من يشاء ويابى من يابى انما القصه دي كلها هو فعلا العاب القوى في جمهوريه مصر العربيه النادي الاهلي النادي الاهلي لان فعلا في مظله كبيره وبنصبر على اللاعب والنادي الاهلي الحقيقه يعني خد الرساله دي واستمر فيها سنين طويله ان هو بيرعى العاب القوى ورعى ابطالها وبعدين زي ما قلت لحضرتك احنا لينا نظره وبنصبر يعني مثلا واحد يعني تم ترشيحه من مدرس التربيه لمدرب النادي حتى لو هو مش حاجه نتيجه دلوقتي بس حاليا لا احنا بنصبر عليه شهر واثنين وثلاثه في عندنا ابطال واولاد ممتازين وبنات تعرضوا لمشاكل اصابات عضليه او مفصليه لا بنصبر عليهم وبيتم تاهيلهم لان لينا نظره ان الراجل ده بطل ولازم نخلي بالنا منه ما بيجيش بسهوله يعني صحيح يا كابتن يمكن يعني الغريب معاك يا عمر ان تم اختيارك من المدرسه فدور المدرسه لازم يرجع تاني ولازم يرجع تاني اكتشاف المواهب والكشافين في المدارس لانه الحقيقه المدرسه دايما هي بتبقى القاعده العريضه اللي بتقدر تجيب منها اللاعبين. خلينا اتكلم معاك يعني يمكن يعني الحواجز مش بس تدريب في الملعب لا اكيد بتروح الجيم في تدريب عضلي كلمني عن اللعبه دي الاعداد العضلي بتاعها ازاي؟ لا هو احنا بنمشي على يعني برنامج معين الكابتن تامر هو بيبقى مسؤول عنه طبعا بيبقى فيه على الاقل يومين في صاله الجيم لان طبعا لعبه زي الحواجز محتاجه قوه عضليه قويه مع السرعه مع اللياقه البدنيه وطبعا بنعمل جزء في الجمباز عشان نحسن اللياقه لان هي لعبه برضو بتعتمد على اللياقه بشكل كبير قويه جدا توافق عضلي عصبي توافق عضلي عصبي صح بس وطبعا بنتدرب على السبرنتات والسرعه فبس هي لعبه بتشمل حاجات كتيره وبس فبنحاول ننظمها على الاسبوع كله بيبقى فيه تدريبات معينه انا عايز اقول لك عمر انا طول عمري بتفرج على اللعبه دي واقول يا ربي انا نفسي انط حاجز واحد بس والله لا ما شاء الله يعني ربنا يديك الصحه بس لعبه صعبه يعني بجد انت متفوق في حاجه يعني لازم تبقى فخور بنفسك جدا فيها يعني طيب خلينا نقول ان حتى التدريبات دي طيب في الاخر بتجمع كل الكلام ده بتنزل الملعب تبتدي تنط الحواجز ولا كل يوم لازم تنط حواجز يعني انت بتتمرن الحاجات دي فرديا كل اسبوع وبعد كده تجمع ده في الاخر ولا كل يوم لازم تنط حواجز لا احنا بيبقى عندنا الموسم بيبقى متقسم نوعين في اعداد عام اللي هو بيبقى فيه بقى الجيم والتحمل دي كلها بس يبقى قبل البطوله بقى في الاعدادات الخاصه اللي احنا طبعا كل يوم او على الاقل بيبقى في فتره كبيره جدا في الاسبوع بنتدرب على الحواجز بشكل كبير طبعا عشان نحسن التكنيك ونحسن المرونه وكده يعني طب انت بتصور تمرينك يا عمر ولا بتشوف تدريبات او تشوف توجيهات الكابتن ولا بتشوف يعني المدير الفني يعني انت بتعرف ازاي اخطائك كتكنيك لا انا من يعني عادتي ان انا بحب اصور علشان اشوف الغلطه ما احاولش اعملها تاني يعني دايما انت بتصور نفسك بحاول دايما في كل تمرين اصور عشان اشوف الغلط واقارن بينه وبين اللي بعده واللي بعده واللي بعده بس طب انت المنافسين بتوعك القريبين منك فين هنا في مصر يا عمر هل جوه النادي الاهلي ولا في انديه اخرى لا في طبعا لعيب زي يوسف بدوي وده من 6 اكتوبر ولعيب زي مصطفى ده مصطفى محمد دوت من نادي الزمالك طبعا لعيبه كبيره برضو وطبعا بينا يعني صحوبيه جدا يعني احنا اصحاب جدا طبعا وفي منافسه يعني بينا منافسه احنا اصحاب جدا جدا يعني يعني عايز اقول لك العاب القوه انتوا في منتهى الاخلاق ويعني عايز اقول لك حاجه يعني بجد تخلي الواحد فخور بيكوا والله وهنفضل معاكوا وهنفضل دايما مأيدينكوا يعني ودعمينكوا بشكرك يا عمر نورتني وشرفتني يعني واتمنى ليك كل التوفيق وان شاء الله تبقى رقم واحد في العالم مش بس في الشباب وايضا في الكبار باذن الله نورتني وشرفتني يا عمر تسلم انا اللي سعيد لك كنت مع حضرتك النهارده كابتن ياسر نورتيني وشرفتيني كابتن ياسر داوود المدير الفني ورئيس جهاز العاب القوه نورتيني وشرفتيني حضرتك اسم كبير في العاب القوه خليك وحضرتك من احد الاشخاص اللي ليهم تاثير كبير جدا على اللاعبين في مصر حتى اللي بيتاهلوا الاولمبياد الحمد لله اشكرك نورتيني وشرفتيني اشكرك واشكركم جميعا قناه الاهلي والنادي الاهلي والمجلس والنشاط الرياضي
واللعيبه واللعبات. شكرا جزيلا كابتن موتينو شفتي. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع ابطال العاب القوه، عندنا ابطال كتير وعندنا رحله طويله معاكم ان شاء الله، وهنعرفكم بالابطال دي. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد القادم، هيكون معنا قصه جديده وبطل جديد وبرنامج الابطال.